كيف نفهم التطورات السياسية في المنطقة العربية بعد استقالة سعد الحريري وسحب دول الخليج رعاياها من لبنان وتصريحات حسن نصر الله؟ من يرسم خريطة الوطن العربي الجديدة؟ وهل المنطقة بصدد عمليات عسكرية مرتقبة؟ تفاصيل أكثر ومعلومات وتحليل سياسي للمشهد مع دكتور حسن أبو طالب، أستاذ العلوم السياسية، الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور سعيد اللاوندي، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، مع محمد بن سوي رشدي في آخر النهار، الليلة الثامنة مساءً على النهار.